أمر يا أستاذ. بقول لك لو سمحت، هو دكتور يوسف وصل؟ آه وصل من شوية. شكرا. أنا خلاص والله العظيم مش هطلب منك أي حاجة تاني. ويعني اعمل شغلك بالطريقة اللي بتعمله بيها أو بالطريقة اللي أنت بتحبها. ولو عادل مرضاش يطلعني أنا هعرف عليه قضية خلع. أنا آسفة، أنا كنت عارفة، أنا كنت سخيفة قوي معاك وأكيد أنت فهمتني غلط. لا أنا فهمتكيش غلط يا هندي، مع إن كل حاجة بتحصل ممكن تكون هي فهمت غلط. أنا كدبت عليا لما شفت رقمها على تليفونك، قلت مستحيل يعمل كده، ده راجل محترم، مستحيل تطلع منه حركة واطية زي دي. أنا محترم غصب عنك. ايه ده بقى عشان اعرف افهمك؟ اهدى زي وانت مستكردني وعمال تستخفي فيا وعمال بقى تطول في الوقت وبتوجه غلط. قول لي بقى يا دكتور يا محترم، حبيتها من كلامي عليها ولا انتوا تعرفوا بعض من الاول ولا ايه؟ ده انا كمان وهزعلك. بقول لك ايه؟ بس انت دلوقتي انا عرفت انت ليه طالبه الطلاق بالشكل ده؟ عشان البيت. عادل انا ممكن اخرجك هنا من غير كرامتك، كنت عارفني كويس قوي، فتسكت وتهدى وتفهم الموضوع ماشي ازاي، بعد كده هرتب براحتك. انت خدي صاحبتك وامشي دلوقتي، خدي صاحبتك وامشي. يلا يا سيدي. ايه بيبي احنا ولا ايه؟ بس مفيش حاجه يا صاحبي، بس يا ابني انت وهو ممكن نتكلم بره شويه؟ ممكن؟ خليكم انتوا هنا، محدش يطلع ورايا، محدش يجي ورايا. طبعا يا عادل انا مهما اتكلمت انت مش هتصدق غير اللي عينك شفته جوه، بس اقسم لك بالله، اقسم لك بالله احنا تقابلنا صدفة. انا بعد ما انت جيت لي وحكيت لي قصتك وعرفت ان هي مراتك، انا قررت ان انا ماليش دعوه بالقصه دي، بس هي اللي جت لي وحكيت لي وانا سمعتها عشان عايز اساعدك انت، عشان كده استحملت اللي انت عملته جوه. لو حد غيرك انا عمري ما كنت هستحمل، بس انا عشان عارف ان انت من الناس ومتربي استحملت. أنا عايز مصلحتك قبل مصلحتها. وبعدين أنا في شغلي ما بهزرش يا عادل. عايز أصدق أصدق، مش عايز أصدق أنت حر. لا طبعًا مش هصدق. وأنت بنفسك قلتها. إزاي أكذب عينيا وأصدق اللي أنت بتقوله يا دكتور؟ واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.